تزال تداعيات قتل المواطن الشبواني نايف الهندي خارج نطاق القانون على أيدي ميليشيا الحزام الأمني المدعومة من الإمارات مستمرة، وتتسطر الأحداث في محافظتي شبوة وأبين. فقد أعقب الجريمة خروج مظاهرات غاضبة في شبوة طالبت بمحاسبة الميليشيا التي قامت بتعذيب الهندي مدة 3 أيام قبل أن تشرف على عملية إعدامه في سوق مديرية لودر على طريقة التنظيمات المتطرفة. قبائل العوالق في شبوة وكذا العواذل في أبين سجلت حضورها بمواقف منددة حملت ميليشيا الانتقالي مسؤولية الإعدام خارج نطاق القانون كونها رفضت تسليم الهندي لإدارة أمن المديرية الجهة المختصة قانونياً. عملية الإعدام الأخيرة التي أشرفت على تنفيذها ميليشيا الانتقالي ليست الأولى، فسجلها مليء بالانتهاكات. هكذا قالت منظمة سام للحقوق والحريات التي حملت السعودية والإمارات مسؤولية تزايد الانتهاكات بحق المدنيين. إعدام المغترب اليمني عبد الملك السنباني والطبيب عاطف الحرازي في إحدى النقاط الأمنية بمحافظة لحج، والاغتيالات التي تستهدف القيادات المجتمعية في عدن وعدة محافظات جنوبية، والصراع المتواصل بين فصائل الانتقالي، كلها جرائم تغذي الصراع المناطقي وتحيي الثارات القديمة. وعلى ما تمثله هذه الجرائم من انتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الانتقالي، إلا أنها تؤكد على ضرورة عودة السلطات الحكومية وأجهزتها الأمنية وسيادة القانون.